والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. نتكلم إن شاء الله بإذن الله اليوم تحت العنوان Removing Nested Parentheses. وفي يعني إيه القصة؟ إحنا فيهم هنحاول نشيل القوسين ونساوي القيمة بقيمة ثانية أو نساوي المقدار بمقدار ثاني. قبل ده هو حاطط لي نص يا رب يا ريت ناخد بالنا منه. يعني عارفين ان الجافا سكريبت بتيفالويت الاكسبشن يعني بتنفذ المساله من الشمال لليمين يعني بتخضع لقواعد الجبر الطبيعي تمام كده. فهو بيقول لي بص يا سيدي انت لو عندك الاكسبشن كان على الوجه التالي بي كونديشن 1 بوليان كونديشن 1 البوليان كونديشن 1 ده لونلي لوحده اورد مع وراح فاتح لي برينثيسيس وقافلها ودول الاثنين مع بعض اندد مع بعض تمام كده. يعني بص احنا عارفين ان قواعد المنطق العادي بتقول لك ما ينفذ ما بداخل الاقواس ينفذ اولا بعدين ما بالخارج فالاثنين دول هيتاندوا مع بعض وبعدين الناتج هيتقور مع البي كونديشن واحد. بيقول لك في جافا سكريبت انا ممكن اشيل الاثنين برينثيسيس دول لما يكون اند نستد يعني لما يكون جوه الاقواس اند انا ممكن اشيل الاقواس والمعنى ينتظم علشان كده بيقول لك is always equal to دايما بيساوي b condition 1 اورد مع b condition 2 اند مع b condition 3. الفرق ما بين ده وده ان ده هيتنفذ من الشمال لليمين هياخد القيمه دي ويعمل لها اورد مع القيمه دي والناتج هيبتدي يعمل له اند مع القيمه دي لقواعد المنطق الماس الرياضي العادي. لكن هنا هياخد القيمه دي يلاقي جوه اورد يوقف شويه لان في قيمتين ما بداخل الاقواس ينفذ الاند وبعدين الناتج يعمل له اورد. هنحاول نشوف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. احنا كتبنا الاكسبريشنز يا جماعه ادي الاكسبريشن الاولاني بي كونديشن 1 اورد مع وفتحنا قوس بوليان كونديشن 2 وبوليان كونديشن 3. قلنا ان بوليان كونديشن 1 هنمثله بالقيمه اكس 2 هنمثله بالقيمه واي و3 هنمثله بالقيمه زد وهناخد القيم بتاعتهم واخدنا قيمه عشوائيه 0 1 1 تمام. في حاله ان القيمه الاولانيه بوليان كونديشن 1 اللي هي قيمه اكس بكام ب 0 يعني دي عباره عن فولز بعدين اورد مع هفتح قوس بوليان كونديشن 2 اللي هي واي قيمتها بكام دي قيمتها بترو دلوقتي اند مع بوليان كونديشن 3 اللي هي زد قيمتها بكام قيمتها بترو فانت عارف ان الفولز هتنزل علشان اجري العمليه دي ترو اند ترو تديني ايه ترو اند ترو تديني ترو ففولز اورد مع الترو النتيجه النهائيه بتكون عباره عن ايه بتكون عباره عن ترو. نشوف القضيه ديت مع الجانب الثاني بوليان كونديشن 1 على نفس السيناريو بالظبط في قيمه مين في قيمه اكس اللي هي عباره عن فولز اورد مع بوليان كونديشن 2 في قيمه واي اللي هي عباره عن ترو اندد مع بوليان كونديشن 3 في قيمه زد اللي هي عباره عن ترو. الفرق بقى اني همشي من الشمال ليمين فعشان كده هروح اجري الفولز مع الترو بشكل مستقل انا مش عايز احط اقواس فهقول الفولس اورد مع الترو تديني ايه تديني ترو بعدين اشوف مساله الاند وانزل قيمه الترو اللي هي مين اللي هي قيمه البوليان كونديشن الثالث فهقول ترو اند مع ترو تديني ايه تديني ترو. ففي الحاله دي بتلاقي ان الناتج ده مطابق للناتج ده وانت لو حاولت تمثلها اي قيمه عشوائيه باي قيمه من القيم بتاعه اكس او واي او زد جرب كده تمثلها باي قيمه من ضمن القيم وهتلاقي المساله منتظمه باذن الله. ده بخصوص اني فكده ممكن نطلع بقاعده او نطلع برول ربما اولوز دايما يا جماعه بيكون اني ممكن اشيل النستد برينثيسيس ممكن اشيل الاقواس لو انا كنت بربط باوبريتور اور وجوه الاقواس اوبريتور اند ففي الحاله دي ممكن اشيل الاقواس وينتظم المعنى. ده بالنسبه لريموفينج نستد اند والحلقه اللي جايه ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن ريموفينج نستد اور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.